أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. حديث شريف عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ودكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم، أهلا بحضرتك. أهلا كل بحضرتك. سنة وحضرتك طيبة. والنهاردة حديثنا هيكون عن العمل الصالح في العشر من ذي الحجة. وحضرتك طيبة وكل السادة المشاهدين بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفى. الحمد لله أن ربنا أطال في أعمارنا إلى أن وصلنا لهذه الأيام. لو تلاحظ حضرتك أن كل شوية في أيام السنة بيجي فترة كده ربنا سبحانه وتعالى بيدينا فرصة أن احنا نغير نفسنا، ان احنا نعيد حساباتنا، ان احنا نفكر كده ازاي اكون افضل. فالحمد لله ان ربنا ادانا الفرصه دي. عارفه حضرتك لما يكون حد داخل امتحان ويقول بس لو انا عدت الامتحان ده تاني اكيد هبقى اكون انا افضل، طب خلاص اهي الفرصه جت. ربنا سبحانه وتعالى اقسم بهذه الايام في القران الكريم، وربنا لا يقسم بشيء الا اكيد له فضل وله قيمه كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، يعني هذه الأيام الفاضلة. وإحنا دايما بنقول إذا كانت ليلة القدر غير معلومة هي في أنهي يوم بالظبط، في أي يوم، هي في العشر الأواخر من رمضان. طيب دلوقتي إحنا عندنا عشر، عارفين إن ليهم فضل كبير، فيهم يوم له فضل كبير جدا اللي هو يوم عرفة. فاحنا نبدا من النهارده، ويعني كل واحد فينا يفكر بقى ايه اللي اقدر اعمله. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي حضرتك ذكرتيه ان الايام العشر ليها فضل كبير في العمل، يبقى اقعد اكتب كده بيني وبين نفسي انا اقدر اعمل ايه، اقدر اغير ازاي. كل عباده ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا ليها دور في تربيه النفس. يعني مثلا الصلاة، ان احنا نقف قدام ربنا سبحانه وتعالى خمس مرات في اليوم في الصلوات المفروضة طبعا، وفي نوافل وفي قيام ليل، لكن تكرار الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى بيعودنا ازاي الالتزام، بيعودنا الانتباه الى اهمية الوقت. بالنسبة للذكر والتسبيح، ده هو اللي بيجيب الطمأنينة وراحة البال للنفس. ذكر الله سبحانه وتعالى هو العبادة الوحيدة اللي ربنا طلب مننا إنها تكون كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هي دي الوحيدة اللي فيها كثيرة في العبادات. طيب عندنا إيه تاني؟ نفكر كده، عندنا صلة أرحام، عندنا التواصل ومساعدة الآخرين بطرق كتيرة، عندنا عيادة المريض، عندنا كل عبادة بتؤثر في النفس. أهم حاجة التركيز بقى في النية، إنه في 10 أيام العمل الصالح دول، يعني نجيب آخرنا بقى في العمل الصالح ونقسمهم بقى. يعني اللي بيتصدق يحطهم بقى في الأيام دي. بالظبط. عندنا بقى مكان أو وقت هناخد فيه اكبر ثواب، فنركز ان احنا نعمل كل حاجه في الايام دي: التصدق، الصيام، صله الرحم، كل بقى الاعمال الصالحه. ايه تاني؟ احنا نكتب كده اللي حضرتك قلتي، التسبيح، طبعا ذكر الله. الذكر ده، ايوه الذكر ده مصاحب لكل عمل ولكل عباد. يبقى احنا حضرتك نكتب دلوقتي كده في ورقه، اول حاجه ايه اللي عليا اعمله، ايه الحاجه اللي ممكن تشغلني وازاي ان انا الغيها، أو إزاي لو هي حاجة مهمة من ضروريات الحياة إزاي إن أنا أقلل وقتها. شوفي حضرتك الآية الكريمة بتقول إيه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يعني نقدر نقول الناس ممكن تشغلها حياتها اللي هي عايشاها دلوقتي، لكن ربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي بعدها بيقول: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. إيه اللي لنا عند ربنا؟ يا رب نكون من المتقين. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني الخلود، الاستقرار الدائم، وأزواج مطهرة، وفي حاجة كمان أكبر، ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يعني حضرتك جنات، خلود في الجنات،
رضوان من الله، مين فينا يطول؟ كلنا نتمنى كل ده لمين؟ وهو ده اللي احنا عايزين نعمله في هذه الأيام. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يعني أول حاجة الإنسان يقر إن هو مقصر، محدش يقول أنا عملت إيه، حتى لو أنت ما بتعملش حاجة. الشكر لنعم ربنا سبحانه وتعالى الكتير جدا علينا دي حاجة واجبة. طب مين تاني وقنا عذاب النار؟ بصي بقى حضرتك، الصابرين. عشان اهي الصفات اللي عايزين نركز عليها، اول حاجه طلب المغفره من الله سبحانه وتعالى، بعد كده الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. طب تعالي حضرتك نناقشهم عشان كلنا نجتهد فيهم. اول حاجه الصابرين، الصبر ده ثلاث حاجات. الصبر على الطاعه، ان انا في هذه الايام ابتدي ان انا اركز هعمل ايه عشان اكون اكثر طاعه لله. الصبر عن المعصية، إن أنا أبعد عن أي حاجة تبعدني عن ربنا، والصبر على الابتلاء. ومن ضمن الصفات والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، الإنفاق، وخصوصا في هذه الأيام المباركة. عارفة حضرتك الصالحين والتابعين والصحابة، يعني مش بس في فترة الصحابة، كل العلماء عبر التاريخ كانوا عارفين قيمة الإنفاق. منهم واحد اسمه سهل ابن عبد الله. الراجل ده كان بينفق كثيرا كثيرا، وخصوصا في الأيام المباركة زي الأيام اللي احنا بنعيشها. فالناس قالوا له انت ليه بتنفق؟ يعني خلي شويه، في عندك بيت وعندك اولاد وعندك كل حاجه، يعني زي ما احنا ممكن يتبادر لذهننا في هذه الايام. قال لهم بقى مثل كلنا لازم نعتبر، كل شويه نفكر نفسنا فيه. قال لهم ارايتم لو ان احدا يرتحل من دار الى اخرى، هل يبكي في الدار الاولى شيء؟ يعني لو واحد بيعزل من الشقة دي ورايح لشقة تانية، هل من المعقول انه يسيب متعلقاته ويعني الحاجات بتاعته في البيت الاولاني، ولا واخد كل حاجة وهو ماشي؟ قالوا طبعا هياخد كل حاجة وهو ماشي. قال لهم فاني مرتحل من الدنيا الى الاخرة. انا الدنيا اللي انتوا بتتكلموا عليها وعايزيني احوش فيها، انا ماشي منها، لكن الباقي فين؟ الباقي اللي انا اعيد له اللي هيبقى لي ده انا لسه رايح له، فانا بنفق دلوقتي وبشيل الفلوس دي عشان الدار الاخره اللي انا رايح لها. وقال كده بالظبط، فان الصدقه تبعد عن النار وتقرب من الجنه. يعني الصدقه بتخلينا بعيد عن النار، لكن هي دي بتقربني للجنه. وقال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره. وهنا بقى بنتعلم، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا اولا، لكن بنشوف فهم من بعده من الصحابه والتابعين والعلماء ان هم فاهمين ان حتى ولو اقل قليل له فايده. عارفه حضرتك ليه؟ لان اللي قدامك ده محتاج حتى القليل، هو بالنسبه لك قليل، لكن بالنسبه له هو ما عندوش، فالقليل ده بالنسبه له هو محتاجه. جميل. طيب خليني اسال حضرتك حديث انا مش عارفه ده هل هو صحيح، اللي هو من كان له سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. كلام ده صحيح؟ يعني ده كان على سبيل التحفيز، على سبيل التحفيز ان انت لازم تضحي. ده بقى حضرتك لازم نقف معاه. انا دلوقتي قادر وعندي مال وعندي وعارف الطريق ان انا هضحي، ليه امتنع عن الاضحيه؟ تعالي نشوف بقى كده حضرتك. واحد خايف من الفقر، ادي احنا قلنا دلوقتي ان انت ركز في الدار الاخره اللي انت رايح لها. طيب واحد مثلا بيقول لا انا مش هضحي وهدفع قيمتها فلوس مثلا. طبعا العلماء وخصوصا كمان في لجنه الفتوى قالوا ما ينفعش، مش الفلوس لا تجزئ، لازم ان انت تعمل الاضحيه. طب الاضحيه فيها ايه؟ اول حاجه هي واجبه او سنه مؤكده عن الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفي بقى حضرتك الفوائد اللي في الاضحيه. اول حاجه تنفيذا لاوامر الله سبحانه وتعالى وسنه رسوله. كمان بنحيي سنه او سيره الرسول النبي ابراهيم عليه السلام. كلنا عارفين قصه الفداء، وعارفين لما سيدنا ابراهيم نجح في الاختبار هو وابنه اسماعيل. طيب الاضحيه فيها جبر خاطر، فيها توسعه على
المحتاجين، واحنا بنقول احنا عايزين نجتهد في هذه الايام عشان ناخد خير كبير منها. طب انا مش عارف الطريق اللي يعني مش عارف ان انا اضحي واوزع اللحوم فين، انا كل المنطقه اللي عندي مش الناس فيها مش محتاجين، نقول مثلا جمعيه البر والتقوى بتساعدك انها توصل الاضحيه اول حاجه للمستحقين فعلا، كمان للمناطق البعيده اللي انت ما تقدرش توصل لها، كمان عشان ما يبقاش في منطقة واحدة هي فيها كل اللحوم بتاعة الأضاحي ومش عارفين نوصلها، بينما ناس تانية مش لاقية فعلا، بلا مبالغة يا جماعة بلا مبالغة، هي فعلا مش لاقية، ممكن ما تكونش بتاكل اللحمة دي غير في أيام العيد بس من السنة. فجمعية البر والتقوى يعني بترحب بأن أنت تشترك في الصكوك، صك الماعز أو صك الخرفان أو صك العجول، وكمان بيكون الذبحة تحت إشراف طبي وبيوصل الحاجة فعلا للمستحقين. جميل. طيب غير بقى الصكوك، يعني في كمان يعني انا دلوقتي اقدر اخد يعني اخد لحمتي الصك ده كاني بدفع فلوس وما بشوفش الذبح، لا ممكن اخد كمان اللحمه يعني جزء من اللحمه، لانه دي سنه انه انا اذبح واكل من اللحمه اللي انا بذبح منها. كمان اللحمة هتروح لناس يعني ممكن ما تخيلش، يعني الواحد وهو بيذبح في المنطقة بتاعته الناس اللي بيجوله أو الناس اللي بياخدوا منه أو كده ممكن يكونوا خلاص متعودين ياخدوا اللحمة من كذا حد وبتاع، إنما الناس اللي بتروح لهم اللحمة دي أعتقد في حتة نائية جدا ما بيعديش عليهم حد خالص. طبعا هو الأضحية كمان دي شكر لنعمة ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان، يعني كل واحد يفكر كده النعم اللي ربنا اديها له. طيب ربنا سبحانه وتعالى جعل الثواب الكبير للتصدق وللإنفاق خصوصا، وخصوصا في هذه الأيام الكريمة وفي يوم العيد. أقول يا رب الحمد لله إن أنت وفقتني ورزقتني وجعلتني أنا بوصل نعمتك وبوصل الإنفاق والمال إلى العباد من خلقك يا رب الحمد لله. عارفة حضرتك الشكر مش بس باللسان، الشكر بيكون بالفعل كمان. طيب أنا مش قادر، جمعية البر والتقوى بتساعدك على إيصال اللحوم وإيصال الأضحية فعلا للمستحقين. وعارفة حضرتك احنا عايزين دايما نجدد النية، نجدد النية ونقول يا رب أنا بعمل ده ابتغاء مرضاتك، يا رب عيني، الحمد لله أن أنت وفقتني. وأهم حاجة وأنا بساهم وخصوصا في صكوك الأضحية المصارعة، ما استناش لما الأيام تجري، مش هاجي ليلة الوقفة كده وافتكر أن ده بكرة العيد ده أنا لسه ما ضحيتش. طيب أعمل حسابي أن في ناس مستنية، في تجهيزات، في أمور كتيرة لازم أن أنت تستعد ليها. أفتكر الآية الكريمة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أول حاجة أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها للناس اللي هي هيكون ليها الجنة اللي عرضها السماوات والأرض، أول حاجة الذين ينفقون في السراء والضراء. عارفة حضرتك الإنفاق ممكن حد يقول هو أنا عندي إيه عشان أنفق منه، ده أنا حاجتي على القد، ده أنا عندي عيال. أقول لك الآية بتقول الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني حتى ولو عندك شوية صغيرة اتقوا النار ولقوا تمرة. العيد فرصة، فرصة إن احنا نكبر بخاطر الناس. عارفة حضرتك ان انا ادي لغيري دي فيها متعة كبيرة جدا لا يشعر بها الا اللي فعلا جربها، اللي حس يعني ايه متعة العطاء، ساعد غيره. عارفة حضرتك هيلف الخير وهيرجع لك، محدش فينا خالي من الهموم، محدش خالي من المشاكل، كل واحد فينا نفسه في حاجة معينة. طيب أعمل إيه عشان ربنا يحقق لي هذه الأمنية إن أنا أبتدي أسارع في الخير؟ عارفة حضرتك يعني لو أنا مثلا مستني حاجة أنفق، طيب لو أنا يعني مستني طفل نفسي في مولود، يعني ناس متزوجين بقالهم فترة ولسه ربنا لم يرزقهم بالإنجاب، يعمل إيه؟ يسارع في الخيرات إنه هو ينفق. فجمعية البر والتقوى بتساعد على إن كل الخير ده يوصل للمستحقين فعلا. إلى جانب اللحمة في كرتونة الخير
بتبقى فيها بقى كل الأكل اللي يتعمل مع طبعا اللحمة. طبعا، اصل مش معقول حضرتك هتروحي اللحمه لوحدها لا وطيبه. يعني هم مركزين في القصة دي، ان دايما الناس بتعمل الكراتين في رمضان بس، ايوه لكن هم كمان عاملين فكرة كرتونة الخير، وهتطلع قوافل كبيرة توزع اللحمة وتوزع كرتونة الخير. طيب عايزين نفكر الناس بفكرة التثقيف، تثقيف البيوت في الأماكن الأكثر فقرا والأكثر احتياجا، والبيوت يعني الأقل آدمية يعني. فأعتقد العمل الصالح بتثقيف البيوت في العشر من ذي الحجة أو في ال9 أيام دي هيكون من أعظم الأعمال. عارفة حضرتك الصور تغني عن ان احنا نقول الناس صحيح فعلا محتاجة هي قد ايه، زي ما احنا شايفين قدام عينينا الصور حالة الناس. طيب انا اقعد افكر اللي هيعود عليا، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. فكر كده لما انت تساهم في تغيير حال انسان زي ما احنا شايفين هو كان عايش ازاي، وبالطريقة دي انت ساعدته، دعوته ليك كل ما هو قاعد في مكان افضل، جزاءك عند ربنا سبحانه وتعالى هيكون ازاي. طب احنا دلوقتي في ايام مباركة بتتضاعف فيها الحسنات، يبقى نعمل ايه؟ نسارع ونقول يا رب يعني ببركة هذه الأيام أعطني من خير هذه الأيام، زي ما احنا شايفين. شوفي حضرتك يعني جمعية البر والتقوى بتساهم وبتساعد الناس في تغيير الحال إلى الأفضل، بس برضو أكيد يعني الناس لازم تسارع وتتبرع عشان تقدر الجمعية أنها تغير وتساعد في الخير الكبير اللي احنا شايفينه ده. بصي حضرتك كل حاجة بتتغير ازاي، يعني الصور، شوف البيت الأول كان ازاي ودلوقتي أصبح ازاي، والتسقيف، وكمان احنا في ايام حر يعني داخلين على ايام، عارفه حضرتك الحشرات، والبيت زي ده معرض للولاد والناس اللي فيه للاذى من كل اتجاه. فلما انا اساعدهم في تغيير حالهم في هذه الايام ان شاء الله يبقى فيه خير كبير للمتبرع. جمعيه البر والتقوى بتساعدك، لان الانسان لوحده مش هيقدر يعمل كل حاجه، يعني انا لوحدي مش هقدر، لكن الجمعيه بيبقى طبعا ناس بتتبرع اكتر من حد، فتقدر الجمعيه تعمل حاجه زي ما احنا شايفين كده قدامنا. اتغير الحال ازاي؟ احنا مكملين طبعا طول ايام الاسبوع، ولغايه باذن الله لغايه يوم وقفه عرفه هنكون معاكم يوميا في برنامجنا. هنذكر دايما بالعمل الصالح، طبعا وهنذكر دايما ب يعني ضروره العمل الصالح في الايام دي. انا بشكر حضرتك شكرا طبعا. جزيلا دكتوره سماح عزب، استاذ التفسير وعلوم القران الكريم، نوراني دايما. شكرا، بشكركم على حسن المتابعه، اشوفكم على خير بكره على الهواء مباشره باذن الله.